نقدر نقول لك بانه تفوق بانه يسوقها عربيا والدليل كنشوفوا نسبه المشاهده لا في المغرب لا خارج المغرب يعني في العالم العربي فاليوم سعد المجرد, المجرد يعني حطم رقم قياسي عالمي فهذه نقدر نقول لك بانه كتكون مره في القرن فسعد المجرد ما شاء الله عليه يعني شد يعني بحال اللي حط القطار في السكه ديالو الصحيح يعني غادي ما شاء الله يعني ضابط الشغل ديالو مسوق الاغنيه المغربيه شكلا ومضمونه، اقول شكلا ومضمونه لانه ما شاء الله عليه يعني كيحترم الجمهور ديالو تيحترم الاغنيه المغربيه هذا لانه متشبع هو لانه اصلا من اسره فنيه عريقه، فمتشبع بالاغنيه المغربيه هذا هو اللي أعطاه هذا الامتياز باش يكون متفوق في العالم العربي كله. وكيف قلت دائما يعني كيف قد لانه للا للا الفنان خصو يكون ذكي اول فنقدر نقول لكم ونبصم لك عليها بانه أه يعني اسمح من بعض الفنانين بانه جوج كان بهم عندهم ذكاء فني خارق للعاده اولا ديفا ديالنا سميره بن سعيد لان ما شاء الله عليها يعني اي بصمه اي لون كدير الا وكيكون عنده بصمه خاصه كيكون لون خاص كذلك سعد المجرد سعد المجرد اللي يعني ردنا التراث فما اجمل التراث ديالنا فالحمد لله يعني بشاكين في التراث ديالنا وجعل منه يعني اش غادي نقول لك سوكسي في العالم العربي يعني باش تردد الاغنيه التراثيه المغربيه لانه احنا في بعض المناطق وما كان بعض بعض اللكنات او بعض اللهجات فما بالك بانه سعد المجرد يعني بفضل الاسم ديالو الكبير اللي صار عربيا وعالميا بأن انه كيرجع له الفضل بانه يحيي التراث ديالنا. وكنت كذلك انا من سباق من صباقي الاوائل يعني اللي نبشت في التراث ديال المرحوم القيدوم ديالنا حسين السلاوي ويعني كانت مسيره موفقه الحمد لله ومشيت على ذاك النهج. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.